شخصية الأمير محمد بن سلمان يلي أنهى النزاع في اليمن وعقد مصالحة كبيرة مع إيران قادر أنه ينجز عملية تسوية للقضية الفلسطينية. أيضا سوريا يلي هي عمليا معنية بوقف التطبيع العربي ربما تتمسك بهذه المبادرة من أجل أن تكون هذه المبادرة هي كحد فاصل ما بين يعني أو كشرط مع الإسرائيليين لتنفيذ هذه المبادرة قبل الذهاب نحو التطبيع. أيضا في أمر آخر بالنسبة لسوريا أنه ربما يعني هذه المبادرة تؤهل سوريا على المجتمع الدولي وبتحطها بالصدارة على أساس أنه هي طرف أساسي في هذه المبادرة. هلأ هون في ظل هذا الوضع يعني ربما نحن نذهب إلى مفاوضات في المرحلة المقبلة. أين لبنان ودور لبنان؟ يعني ربما اليوم عم هون أنا جاي على حضرتك هذا الموضوع لأنه كنت عم بسألك عن موضوع الرئاسة وموضوع موقف السعودية ربطته بهذه المبادرة. ربما نحن إذا راحين يعني نحو مفاوضات بالمرحلة المقبلة طبعا حيكون في يعني كلمة لسوريا كبيرة في هذا الأمر بالاستحقاق الرئاسي، وبالتالي ربما تكون يعني هنا الحديث السوري السعودي حول لبنان، خاصة أنه موضوع المبادرة هي من يعني صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي أنا باعتقادي أنه يعني محطة أيلول بالوقت يلي بده يتجه الجانب السعودي إلى الأمم المتحدة من أجل حشد أكبر قدر ممكن من دول العالم خلف هذه المبادرة ربما يكون يعني ضغط دولي على الأطراف اللبنانية من أجل تمرير الاستحقاق الرئاسي. بهكذا حالة ما حيزبط شخص مثل جهاد أزعور، لأن سوريا والرئيس الأسد حيكونوا بحاجة إلى يعني رئيس يثقون به. يعني أيضا حزب الله بالداخل اللبناني حيكون بحاجة إلى رئيس، في حال نحن رحنا على مفاوضات مع الإسرائيليين هني بحاجة إلى رئيس يثقون به لإدارة المفاوضات. لا هيك نفسرها شوي شوي. أولا هذه المبادرة هي في إلى عدد من البنود منها الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران 67 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان. يعني عم نحكي عن تحرير الجولان وتحرير مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وغيرها من الأراضي المحتلة والغجر وغيرها، بوقت أنه اليوم الإسرائيلي ما زال عم هلأ بعدنا عم نحكي أنه هو يقضم شمال الغجر وهي المنطقة التابعة للأراضي اللبنانية. أيضا التوصل لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وقبول بدولة مستقلة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية. طب هيدي ثلاث شروط لن يقبل بها الإسرائيلي. ونحن نذكر أنه نتنياهو الذي تحدثت قبل قليل أنه قد يستغل هذه المبادرة لحتى يكمل بحكومته ويجدد له، هو سبق أن قال أنه إذا طرحت علينا هذه المبادرة وجابوها من 2002 وسألونا إذا اليوم هل تقبلون بهذه المبادرة أو بترفضوها سنرفض. من يعني هل سيقبل الإسرائيلي أن ينسحب من شبعة اللي هي مورد كبير لإله مش بس كبساتين أيضا؟ يعني هذه المنطقة فيها مياه الإسرائيلي متمسك بها لما فيها من موارد طبيعية، هل سيقبل انسحاب من مزارع شبهة بهذه السهولة بمفاوضات؟ هل سيقبل انسحاب من الجولان بهذه السهولة؟ هل سيقبل بإيجاد حل للاجئين الفلسطينيين وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ يعني قد يبدو هذا الأمر وين أتى بمسعى سعودي ولكن صاب المنال. لا هلا الدولة الفلسطينية هي النقيض الاستراتيجي لإسرائيل، وبالتالي أنا ما باعتقادي أبدا أنه نتنياهو من الممكن أنه يقبل بدولة فلسطينية، وهو في حال ذهب باتجاه هذا المشروع هو يعني سوف يعزز حضوره داخل المجتمع الإسرائيلي على أساس أن هناك مبادرة عربية للسلام وأن هناك مفاوضات سواء مع لبنان أو مع سوريا وبوساطة سعودية وحضور للجانب الأمريكي، ولكن بنفس الوقت نتنياهو عمليا وحكومته المتطرفة اللي هي بتدعم الاستيطان بالضفة الغربية واللي هي يعني عم توقف بوش قيام دولة فلسطينية مستقلة بحكم المؤكد أنه ما حيمشي به العملية السلمية، ولكن هو يستغل هذا المسار من أجل تعزيز حضوره واستمراره على رأس رئاسة الحكومة في إسرائيل.